السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم في حلقة اليوم عن أهم المفاهيم الطبية الخاطئة حول أمراض القلب. طبعا هناك مفاهيم للأسف طبية أو مفاهيم شعبية كتير خاطئة حول ما هي أمراض القلب وطريقة التشخيص، وسائل العلاج، حول الأدوية، حول طرق الوقاية. أهم شيء المريض يحاول قدر الإمكان يكون قريب من وسط طبي، المريض ما يعطي لنفسه وصفات طبية أو من جاره أو من أخوه أو من أي شيء. لا توجد حالة قلبية تشبه الحالة الأخرى، كل مريض يعتبر حالة قلبية منفردة. دواء الضغط للجار لا يجوز أن يأخذه المريض، أو دواء الأخ أو ما هنالك. ليس كل مرض، أهم شيء بالتعريف الأمراض القلبية، أمراض قلبية كلما نقول مريض قلب، ليس كل مرض قلب يشبه المرض القلب الآخر. فهناك تكون هناك أمراض قلبية خفيفة جدا، ويجب أن لا يقال عنها أمراض مثل تدلي الصمام التاجي أو الارتفاع الخفيف أو في الضغط الشرياني. المريض لا يعتبر مريض قلب، بينما هناك أمراض فعلا تعتبر أمراض قلب، كالإصابة بشرايين العضلة القلبية أو الدسامات أو قصور القلب. الأمر الثاني هو الأعراض. ليس كل ألم كما تكلمنا في حلقات أخرى، ليس كل ألم على صدر هو ألم قلبي. الألم القلبي ليس ألم ناخز ولا يشار له بالإصبع ولا يأتي على الراحة عادة. الألم القلبي كما تكلمنا بمختصر هو ألم ضاغط عاصر، ينتشر على مساحة كبيرة من الصدر، ينتشر إلى مناطق أخرى ويزداد بالجهد. هاي نقطة مهمة جدا، لأنه قد يأتيني مريض ويقول دكتور أنا عندي ألم صدري، بس امشي أو اطلع درج برتاح، أو بس اطلع. هذا على الأغلب ليس مرض قلبي أو ليس عرض ناتج عن مرض قلبي. هناك مفاهيم خاطئة أخرى من ناحية وسائل التشخيص. فالمريض للأسف قد يقيس ضغطه هو لنفسه، أو يقيس ضغطه جاره أو صديقه، ويعتمد على هذا القياس ويكفي. قد يأخذ علاج لوحده أو يذهب للطبيب خائفا، ويقول الذي يأخذ الضغط أو الذي مؤهل أنه يقول لك أنه عندك ارتفاع توتر شرياني أو أنت مصاب بأمراض قلب هو طبيب القلب. هذا شغلة مهمة جدا جدا. طبعا هناك مفاهيم خاطئة في طريقة قياس الضغط. الطبيب يجب أن يشرح للمريض أو الممرضة أو أي حدا ملم في قياس الضغط، يشرح للمريض طريقة قياس الضغط. كتير بيجينا مرضى خايفين، طالع الضغط كتير عالي عندهم، لما نقيس لهم ضغطهم بيطلع ضغطهم كويس، ما في داعي للتوتر، لأنه كان طريقة القياس أو طريقة استعمال القياس الميزان الضغط كان خاطئا. هناك مفاهيم خاطئة في طريقة في تشخيص الأمراض، مثل مفاهيم العالم عن القسطرة. يعني مثلا احد الشغلات اللي تكلمنا عنها سابقا، القسطره وسيله تشخيصيه وليست علاجيه كمرحله اولى، طبعا تحول الى علاجيه اذا اردنا في مرحله ثانيه، وهي اجراء سهل ليس عمليه، لا يحتاج الى تخدير عام، المريض لا يحتاج الى النوم في المشفى، ولا يطلق عليها عمليه بمعنى كلمه العمليه. طبعا هناك مفاهيم خاطئه اخرى من ناحيه العادات الغذائيه، من ناحيه الرياضه، من ناحيه الشده النفسيه، من ناحية حتى التدخين. في كثير مرضى للأسف بيجونا ويظنون أن التدخين ليس له علاقة بعوامل الخطورة الأخرى، أو يظن أنه إذا مصاب بالسكري ليس له علاقة بالقلب، أو يظن أنه السمنة وزيادة الوزن كمان ليس لها علاقة بالقلب. طبعا هي مفاهيم يجب أن تصلح، وخاصة في مرحلة الوقاية، لأنه المريض اللي بيعمل وقاية اللي عنده مفهوم صح لأمراض القلب وللوقاية منها بالتأكيد سيؤخر أو يمنع الإصابة بأمراض القلب، خاصة عند المرضى اللي عنده عوامل خطورة. يعني المريض الذي يمارس الرياضة في وقت مبكر، في عمر مبكر، المريض الذي يضبط سكره كويس، المريض الذي لا يحافظ على وزن جيد وعلى حياة فيها نوع من الاسترخاء ويعمل مراقبة دورية لكوليسترول وشحوم الدم، بالتأكيد هذا مريض بإذن الله عرضته للإصابة بأمراض القلب وشرايين القلب والأوعية المحيطية أقل بكثير من المريض اللي عنده مفاهيم خاطئة وعنده إهمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.